السابقين كابتن حسن مصطفى وكابتن سيد معوض قالوا رأيهم في علاقة حسام بصلاح ازاي ممكن تكون. نشوف دكتور اشرف صبحي بصلاح صلاح. أيوه. موافق على هذا الكلام 100%. كابتن سيد صلاح واشياء اخرى، اصلا الاخبار كلها طلعت ان هي الكلام في التعامل او في العصبيه، كل الاخبار طلعت في الناحيه دي، فاكيد يعني الموضوع منتخب مصر وضع مختلف عن الانديه، وده طبيعي جدا. يعني على فكره اي حد مكان الجهاز ده كان هيتقال له كده. هل تتوقع ان الكابتن حسام حسن يسحب الشاره من صلاح يقول له مش انت الادم؟ لا طبعا. هل تتوقع يحصل اي صدام؟ لا، انا شايف الامور هتبقى كويسه ومش هيبقى فيها اي مشاكل. خلي بالك انا يعني بمعاملتنا مع صلاح، هو صلاح مش تصادمي اصلا. يعني راجل مش تصادمي. بس يعني اقصد الكلام اللي حصل هو طبعا ما كانوش متوقعين. وخلي بالك برضو الكابتن حسام ما كانوش متوقع في الشغل، يعني هو مرن كمان، يعني مش هو برضو مش هيروح يتخانق مع صلاح او ان هو، لا هو الراجل مرن. بس التصريحات دي هم ما كانوش متوقعين يمسكوا المنتخب صح؟ في الموقف دوت في ناس كتير قوي اتضايقت من محمد صلاح، ان هو مثلا مستنيه منه حاجات كتير. قول للناس حاجه، كابتن ايمن يونس طرح فكره، قال لك لازم كابتن ابراهيم حسن يروح يزورهم في انديتهم ويبدا بصلاح وياخد له معاه الدقيقه ويصفي القصه دي في 5 دقائق. انت مع الفكره دي؟ لا، هو كده كده الموضوع هيخلص. انت بتتكلم على كابتن الفرقه ومدرب المنتخب، الهدف هيبقى واحد. نفس الكلام هقوله على كابتن حازم امام، برضه انتقد منك حسام ابراهيم حسن جدا. انا اعتقد الموضوع خلص برضه. يعني خلي بالك في الاول والاخر كابتن حازم امام عضو مجلس اتحاد كوره والجهاز الفني للمنتخب دلوقتي، فاعتقد ان الموضوع خلص. يعني طب هل الافضل كابتن حسن الكلام ده يطلع للميديا؟ يتصور كابتن حسام وكابتن ابراهيم مع كابتن حازم بشكل معين؟ صلاح يقول مثلا اتصال هاتفي بين حسام؟ الناس، لا الناس عشان الناس تشعر ان الموضوع خلص. لا يعني انا شايف ان المواضيع ديت في 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 الاوضه المغلقه. بس بس الميديا والسوشيال بيتكلم في الكلام ده. بس برضه هل الافضل تدوبها بانه يعني يطلع ان الموضوع ده الموضوعات دي كلها خلصت؟ اصل خلي بالك ان الكابتن حسام يمسك المنتخب كل المواضيع دي متهيألي هو نفسه هيدي. لا قعدوا مع الوزير والامور كلها خلصت. يعني قبل ما يمسك، يعني هي قبل ما يمسك مع الوزير كان عايز مدرب اجنبي، ده ما اعرفش ايه اللي غير رايه. يعني اذا كانت الاتحاد الكوره اساسا قبل ما يجيب الكابتن حسام جاب محمد الكابتن محمد يوسف ومشاه، فالدنيا هي ماشيه كده بالتكال، يعني ربنا ميسره كده، نجيب ده جيب دوت، نمشي ده نمشي ده. يعني هي ماشيه بالتكال، قص ولازق يعني، حسب الموقف حسب الظروف. لكن النهارده يمكن الامور الى حد كبير تم حسمها، والاتجاه اصبح واضح. مدرب وطني انا مع مدرب وطني. حسام ابراهيم ربنا يوفقكم ويشوف، عشان الهدف بتاعنا كله مصر دلوقتي بكل الانتماءات بكل انتماءاتنا بكل تفاصيلنا بكل تحفظات من كان لديه تحفظ. ما هنعمل ايه؟ هو ده الوضع، ودول ماسكين وعندهم رغبه في النجاح، نتمنى النجاح. وحسن مصطفى خلي بالك يتكلم عن خلفيه انه اشتغل مع حسام ابراهيم طبعا، هم بيقولوا عندهم مرونه، هو شايف المرونه دي. يعني كمان عجبتني جدا جدا اراء الكابتن سيد معوض. يعني كان واضح جدا، يقول له الدنيا هتقول، قال له لا طبعا مفيش كلام من ولا حاجه، ده الكابتن وده المدير الفني طبعا، الليله خلصت خلاص. يجي يقول له هو المفروض يطلع حسام يتصور مع 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 مش صلاح، مع صلاح ومسكه، قال له لا دي حاجات ما يصحش يا جماعه. التركيز على انه في مشكله، لا ان في مشكلة وتعالج بشكل ياكل من هيبه واختصاص الاثنين. طبعا، وكان العمليه مساله تخصهم. المساله تخص مصر. ده مدير فني حسام وده لاعب وكابتن. كابتن حسام قال كلام في المطلق هو كلام صح. الكابتن محمد صلاح في المسؤوليه مؤكد يعي جدا قيمه مصر، صحيح، وهو اكتر واحد حريص عليه، صحيح، مش هيجي بعد التاريخ ده كله نقعد نقيم فيه. ياما الناس شايلته حاجات، وياما انجز واسعد وكان فارقا.
هو اول واحد مصلحته قالها، انا لو كسبت حاجه مع المنتخب هبقى قريب من الكره الذهبيه على المستوى العالم، لان ده الانجاز اللي ناقصه. فيعني انا اعتقد ما نهونش وما نبقاش عاملين زي المأذون. احنا عايزين حاجه نرغي فيها. لا عايزين نصالح، قاعدين عايزين نصالح الناس على بعض. الناس المصالحه احنا الناس اللي ما يصالحش يبقى هو فين المشكله؟ اللي ما يصالحش يبقى من المصلحه ما توجدش. طبعا. لان مصر اغلى من اي حاجه. الكابتن محمد صلاح اول واحد عايز ينجز مع مصر. الكابتن حسام اول واحد مقرر عايز ينجز مع مصر. ما تضيعوش الوقت بقى في ان تفكروا لهم الدنيا تتحل ازاي. ده كلام منطقي جدا، لانه اصلا ما فيش مشكله، بس هي الرغبه في الهري والهبد وشغل الوقت. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بعد ده كله عايز نكسبها. بعد الفاصل ما تخافش على الاهلي،